السادة الحكام الدوليين اللي رسمتهم الفيفا في سنة 2024، حنا انتهزنا الفرصة بالاجتماع المكتب الفيدرالي باش وجهنا دعوة لحكامنا باش نعطيهم الشارات الدولية 2024 وبالإلحاق من سيد رئيس فيدرالية نزيدوا نكرموا الحكام تاعنا اللي كانوا في كأس إفريقيا وداروا مشاركة مشرفة، وإن شاء الله الحكام الآخرين يكونوا عندهم تحفيزات باش يكون التحكيم ديما في أعلى مستوى. وبدون إطالة نحيل الكلمة للسيد الرئيس. أول شيء باسم الخاص وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي نرحب بكم. هذا شيء اليوم شيء جميل انه نجتمع بالعائله تاعنا عائله الحكام. شيء الاكيد انه انتم النخبه تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم، عمل كبير قمتوا به لذاكم متواجدين هنا. هذا ما يمنعش انه لازم دائما نحثكم على مواصله العمل والعمل، خاصه انه التحكيم الجزائري دائما كان في المستوى العالي على المستوى القاري ولا المستوى العالمي، وكانت فيه حكام اللي شرفونا، خاصة الحكم الحلو في كأس العالم الأخيرة في اندونيسيا في أندر 17. أبيت اليوم أنا والمكتب تاعي باش نشارككم في تسليم الشارات الدولية، وأيضا حبيت نقول لكم كلمة أنه إحنا دائما من ورائكم ودائما نشجعكم، وثقتنا كبيرة في رئيس لجنة التحكيم بالرغم من كل الانتقادات التي تلزم لكن الشيء الأكيد نقوله بحكم أن التكنولوجيا اليوم ما نش نستعمله في الفار، لكن على العموم التحكيم راه ممتاز، ربما في أخطاء غير مقصودة، في أخطاء ترى في كل في الملاعب العالمية، لكن بإذن الله احنا رانا في الاتحاد الجزائري لكرة القدم صممين أن الموسم القادم نبدأ بالفار، راح نزيدوا نعاونوكم أكثر ونطلب من رئيس لجنة التحكيم أنه يكون أيضا صارم في الحكام، خاطر الحكام خاصة الحكام ما يكونوش في المستوى المطلوب منهم، لأنه خاصة في مرحلة العودة كما تعرفون أنه فيه مقابلات مهمة، فيه مقابلات صعود، فيه مقابلات لقب، تحلوا بالروح الرياضية، تحلوا بالشجاعة أيضا في اتخاذ القرارات. الإنسان ربما يخطأ في القرار، لكن لما يكون هناك نية حسنة في اتخاذ القرار الاتحادية دائما من ورائكم. مرة أخرى نشكركم على العمل اللي راكم تقوموا بهم، ونتمنى وإن شاء الله في المستقبل تزيدوا تعودوا تشرفوا السفيرة الجزائرية في المحافل الدولية. انتهينا من الكان، سندخل في الكان عن قريب، فيه بعض البطولات أيضا راح تكون واصلة. إذا العمل ودائما اتحادية من وراء النخبة، وتشجع كل الحكام الجزائريين لا تسمعوا أكثر الانتقادات، ربما تكون انتقادات بناءة باش تعاود صح لكم المسار، لكن الشيء الأكيد أن الاتحاد الجزائري والمكتب الفيدرالي من ورائكم. ثقوا في الرئيس لجنة التحكيم، احنا رانا عاطينه الثقة التامة ونساندوه في كل القرارات اللي خراو ياخذ فيها. أنا قلت لكم المستوى العالي يطلب جهود، مستوى العالي يطلب جهود. شفنا بعض الحكام في 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 بعض في بعض الدوريات، حتى الدوريات العالميه يديروا اخطاء، لكن يدير خطا يعاود يرجع. اذا نظن انه اليوم اني شفت بعض الحكام، فيه بعض الحكام كانوا داروا اخطاء في مرحله الذهاب، وراهم هنا حاضرين بيننا. هذا ما يدل على انه الثقه دائما متواصله. نديروا اخطاء لكن نرجعوا. لكن المهم العمل والصرامة واحترام قيم الرياضة، لازم نكونوا نزهاء في المقابلات اللي جاية، وهذا هو التحدي اللي راهو جاينا. لازم تكون مرحلة العودة بمثابة ما يتطلعه الجمهور الرياضي. إن شاء الله مستقبل يكون أفضل، وأبارك لكم بالشارة هذه وأعطيكم الصحة.